أنا فقير إلى واقف بصف الصلاة، وقف على يميني أخ، إياكم أن تظنوا أني أقصد أحد من الناس أو جماعة من الناس. بس هذا التصرف مرفوض، مرفوض تماما. هالأخ الله يجزيه الخير ما في إلا يفرشخ رجليه، وطرف ظفره يعني ناتئ شوي مدبب، يضرب برجلي أنا ضب، هو آخر شيء صفيت أنا هيك وهو هيك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وزين شوي الله يسعده ركعنا، لا رجلي بعيدة عن رجله، قام هو راكع بالصلاة مد إيده خطف لي رجلي لعنده. أنا تقبلتها، بس إذا واحد غريب أول مرة بفوت على الجامع ما كتير بيلقى دعك، شو بيقول له؟ يستر عرضه. أنا بيجوا ناس كوني داعية، بيجوا ناس بيشتكولي كتير من هالمسائل هاي، بيجوا ناس كتير بيشتكولي لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدنا نقول له؟ شو بدنا نقول له؟ يا أخي الله يسعدك، الله يسعدك، طالما أنه في تراص بالأكتاف. النبي قال حاذوا المناكب، مو هيك قال النبي وقت كان عم يسوي الصفوف؟ قال لهم حاذوا المناكب، يعني حطوا المنكب على المنكب. فمعناها منين حيفوت الشيطان؟ يعني انه بيقول لك بيدخل الشيطان، لا يا اخي الله يسعدك، طالما انه المنكب على المنكب والمساله عرفا، ما يكون في المسافه ولا بنفس الوقت. احيانا ما بتعرف تصلي، ما بتعرف تصلي، قل له لهالاخ كائنا من كان، انت يا اخي عم تنفر، انت عم تنفر. فالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، والله ما بنخرج عن نص الشرع ابدا، لكن في فرق بين انه يعني الصحابه بدهم كانوا يروحوا، النبي قال له يا اخا الاسلام ان هذه بيوت الله لا تصلح الا، شايف شلون؟ شو اختلاف الطريقه والمنهج؟ هن بدهم يمنعوه والنبي بده يمنعه، بس النبي منعه بهالاسلوب الرقيق اللطيف، الصحابة كانوا بدهم يمنعوا، مات مالكته نفسه إنه يشوفوا واحد عم يبول في المسجد. هكذا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال له لعبد الله بن عمرو بن العاص صم من كل شيء، راح الهواء أبو بشير، والله ما عاد في عندي هواء، وين الهواء؟ من غير شيء مشوب أنا. من إيم الطائية بيقولوا مو حلوة يعني درس بدون طائية، اللهم لا حول ولا قوة. نفوت على الجامع أحيانا بيكون ما في إمام، احد الاخوه بحسن الظن بيعرفني بيقول لي تعال صلي فينا، بيجي بعض الاخوه يخوض اخي هي طائي، هلا ما في ابن الصلاه غير بالطائيه، بعدين احيانا بيعطيك واحد طائيته صار له 3 اشهر ما غسله. اي والله يعني خلينا ساكتين. هذاك اليوم بجامع جيت، الله بعتك، انا بشوي ابن خيالي لبسوني عبايه جوخ، قلت له لك يا اخي بدنا ابر الصلاه بلاها، الله يسعدك. إيه ما خلق ما لا مو حلوة كذا، طلعت بعد ما خلصنا صلاة، وصلاة جهرية صدقا كأني طالع من الساونا، الله يجزيهم خير، ما بتصح الصلاة لازم تلبس عباية وطائية. الله يرزقنا اللطف. نزلوا النبي من 30 لـ3، شو قال له عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أستطيع أكثر من ذلك. قال له إذا صم من كل أسبوع الاثنين والخميس، يعني 10 أيام بالشهر، كان يصوم 30، نزلوا 3 ما رضي، 10، قال له أستطيع أكثر من ذلك، قال له صم يوما وأفطر يوما، صاروا قديش؟ نص الشهر، قال له أستطيع أكثر من ذلك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا خير بعد ذلك. ثم قال له إنه صيام داود كان أعبد الناس. يعني بدك تتحدى أنت نبي من أنبياء الله اللي هو داود تقول لي أنا أستطيع أكثر من ذلك؟ ما خلى النبي. كبر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، صار عمره 80 سنة، أخذ عهد على نفسه، اليوم بيوم ما عاد حسن عليهم. شو قال؟ قال آه إن كم تمنيت لو أني ترخصت برخصة رسول الله، يعني يا ريتني سمعت كلمة النبي وتقول لي كل شهر 3 أيام. شو المغزى اللي انا بدي اياه؟ المغزى انه لما تكلف في الاصل ندم في النهايه، هذا هو التكلف.